السلام عليكم. هذه القصة الثالثة من القصص التي كتبها الإبراشي، وهي قصة شخصية من قصة لتشارلز ديكنز. اسم القصة دومبي أند سون. القصة الثالثة، بول دومبي الصغير أو الأمل الضائع. كان دومبي الصغير ابنا لتاجر موسر واسع النعمة وافر الثراء. بيد أنه كان جاف الطبع بارد الشعور، تمنى مذ تزوج أن يعقب ولدا يخلفه في تجارته التي شغلت فكره كل عمره، لأنها أعظم شيء لديه في الوجود، وليس بعجيب أن يؤمل خلفا يشركه معه في عمله ويحمل اسمه بعده دون أن يبادله الحب. بدت دلائل رغبته جلية، فعنون قائمة المتجر باسم دومبي وولده تفاؤلا بتحقق طلبته، وقد اقتضت العناية الإلهية أن يجاب نداؤه، فكاد يطير سرورا وطربا بهذا المولود السعيد الذي عقد عليه الأمل الباسم والمستقبل الزاهر. وكان لمقدمه رنة فرح تجاوبت أصداؤها بين جوانب نفسه، فأقام لذلك ما أقام من شعائر الترحيب الكريم والحفاوة البالغة. ماتت والدة بول إثر ولادته، ولكن موتها لم يحرك في الزوج لواعج الأسى، وماذا يعنيه ما دام الموت قد تجاوزه؟ فتركه حيا يرعى فتاه ويتعهد شؤونه، على أنها قد تركت بجوار طفلها ابنة جميلة تدعى فلورنس، عمرها 6 سنوات. لم يحن إليها قلب أبيها، ولم يغمرها بعطفه، حتى لقد أوشك أن يتجاهل معرفتها إذا قابلها في الطريق، ظنا منه أن الفتاة لا تفيده وشركته. فقدت فلورنس حنان الأب وشفقة الوالد الرحيم، فظلت تبكي أمها الرؤومة وهي في عزلتها من غير أن تجد من يرحم فؤادها الحزين وقلبها الكظيم. وبعد أشهر قلائل اشتدت مفاصل الصبي ونما عوده واستوى، وحينما بدأ يعرف من حوله لم يحب أحدا حبه لأخته فلورنس، فقد كان يبتسم لها ابتسامة الطفولة البريئة ويمد إليها ذراعيه مرحبا، وملائكة الرحمة ترفرف عليه حرصا من كيد الحاسدين كلما شاهدها مقبلة صوبه. ولا غرابة، ففي ود أخيها لمست كل ما يعزيها في وحدتها الموحشة، واعتاضت به عن بر أبيها المتعسف، فكانت تداعبه في أوقات فراغها وتقوم بخدمته غير مكترثة لما يعتريها من نصب. ولما بلغ السن الملائمة أخذ إلى الكنيسة وتسمى باسم أبيه بول دومبي في حفل عظيم أقامه له، وفيه نال إعجاب الحاضرين صورة وجمالا.